तारे बिन मैं जैसे धरती बंजर, तने को जूं मैं बाहर भीतर, ऐसी रंगी रंग रसना। Şu an temlendik. يلا جاوبي. هو بعدي هيك इनका साथ है जैसे माटी सम कुमार, माटी बन जावे है मूरत, लागे इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या لأنه هذا علق. جيب إبرة وخيط. شو؟ يعني مشان تخيطه. أنت اللي نزعته، أنت لازم تصلحه. أخي رودرا، شكلك مو نايم منيح مبارح، ما؟
تعالي. بدي إبرة وخيط كمان أزرق. ليش شو بدك ياهن؟ إلك؟ اسمعي، أنا طلبت إبرة وخيط، فلا تسأليني. رودرا، نحن اتصلنا بالعمال ليجوا من شغلهم، وكمان رح يشيلوا الحبل اللي حطيته بالبيت. سامرات ابني، بس يعني. لا بابا، ما في بس. مستحيل نسمح لهيك شيء يصير معنا بنوب. مو معقول يجي واحد فجأة على حياتنا ويعمل كل هالتغييرات ونحن عم نتفرج. أكيد بيكون معك حق. لو كان بيتكم فعلا، بس هذا بيت أبي أنا، وهيك الحق معي. بعمل فيه اللي بدي إياه، لهيك بحق لي حط الحبل لحتى أعمل فاصل بيناتنا وبدون إذنكم. واشكروا القدير إنه ما رميتكم برات البيت وما حاسبتكم على أي شيء صار من قبل أبدا. شو الطريقة بالحكي أخي؟ إذا مو عجبك الحكي فيك تروح من هون، لا تضل واقف. سامرات اهدى، طول بالك وروح. وانت يا رودرا، شو اللي صاير؟ انت مخبي شي بهديك الغرفة؟ في شي ما بدك يانا نشوفه او نعرف شو هو؟ انت مين يلي سمح لك تسأل هيك سؤال؟ لا ابني، انا بس كان ليك. انا ما بحترم ابنك ولا معتبره موجود حتى، ما بدي اغلط بحقك، وخاصة انه نحن هلا موجودين بالشغل، نحن بالمكتب، وامور البيت بتنحل بالبيت، اما العمال فممنوع يطلعوا من شغلهم هلا. بدكم ياهم يتركوا الدوام بنصه، وهذا مرفوض عندي. بابا ليك، الحكي ما بينفع مع هيك ناس ابدا. قلي ليش خليتني اطلع لبرا؟ شو بدنا نساوي؟ اسمع ابني، اليوم كان كله تعب، خلينا نرجع البيت وبنحكي برواق هونيك. وين كنتي؟ أنا بس كنت عم ساعدها شوي وكمان رتبت لك ثيابك. ليش عم تعملي هيك؟ لأنه الدكتور قال إنه لازم تحرك إيدك دائما، وهيك بيروح الوجع. إيدي ما عم توجعني. قدير يحميك ويكتب لك الشفاء عن قريب بدون أي أضرار بكل إيدك. شو عم تقولي أنتي؟ قدير يحميك ويكتب لك الشفاء عن قريب بدون أي أضرار بكل إيدك. طيب قليلي، هي وينها؟ هي فوق بالغرفة. لشو؟ شغلة صغيرة بدي أسألك عليها. شو؟ لما كنت بالغرفة أنا سألتك أنه ليش ما سمحت للجيش يفوت على بلدي؟ جاوبتني وقتها أنه ما كان بدك هالشي. فيني أعرف ليش؟ ليش؟
بهمك تعرفي السبب؟ ايه لاني منشان هيك انت صعب تبقي عايشه لوحدك لو لحظه واحده بس، منشان هيك كان لازم ابقى جنبك. هالكلام اكيد صح؟ الصبح عمان بيجيب لي المعلومات عن تجاوات والعصابة، بس أعرف كل شيء تطلع من حياتنا، لأنه أنا ماني حابب أبداً إنها تبقى. لأنه هي بتحبك مو هيك؟ ليش اعترفت لك بكل شيء؟ ما في داعي لتعترف لي، عرفت كل شيء من نظرات عيونها لألك. قديش كانت غبية يا رودرا. لك أنت مرتي، حتى وقت اللي عرفتي انه هي بتحبني خليتيها بالبيت عندي. اي نوع من البنات انتي؟ ليش ما عم تقولي شي بنوب؟ لا وعم تضحكي كمان. لاني سعيدة بحكيك بصراحة، كتير فرحت بكلمة مرتي مع انه طلعت بالغلط. انا لازم اشكر هالبنت كتير، لانه بفضلها انت اعترفت بهذا الرابط الحقيقي اللي بيجمعنا، وهي الكلمة بتكفيني لحد هالوقت. بعتذر. على شو؟ لأنه نيمتي على التخت؟ خلاص مو مشكلة، رح نام على الأرض. شو عملتي يا ليلى؟ شو؟ تعالي معي. شبك رودرا؟ تعالي. بعد عني، كيف تاخذني هيك؟ شو؟ شو عم تعمل؟ بعد عني. شوفي. شو صار لك؟ رودرا؟ شو؟ بعد عني. خلاص بعد عني. شبك رودرا؟ شوفي. رودرا. ليش عم تعمل هيك؟ خلاص افهمي علي ولا تعنديني، كان في سم بالحنة. معقول؟ أنت عم تكذب علي. شبكي بارباتي بشو أحلف لك؟ صدقيني. ما بقدر إني صدقك رودرا، بعد عني.
شو صار؟ عم تحلم؟ بارفاتي خلص، انت طولتي اكتر من اللازم وصار لازم تموتي بقى، ورح موتك بايدي. بارفاتي رودرا، معقول يا رودرا عم تضربني مشان وحدة مثلها؟ رودرا معقول؟ أنا رخيصة عندك كل هالقد؟ حذرتك من قبل إنه ما تقربي عليها، ما بتفهمي؟ يلا نقلعي. شو تطورت معك الأمور وصرت بدك تقلعني من هالبيت مشانها؟ بس كأنك أنت نسيان أنا شو ممكن أعمل مشان استرجع حقي. ليلى خلصي. لا. ما رح رد عليك هلأ، بدك تفهمها. يلا رودرا هلأ فهمها لهي اللي واقفة وراك إنه أنا بس مرتك وهي ما إلى أي مكان هون. خلصي، الزمي حدودك ليلى واحترميها لأنه هي بتكون مرتي. لا صدقني، أنا ما في عندي أي حدود. نحن اليوم لازم نصفي حسابنا قبل ما تبلش علاقتك الجديدة. لازم تمسح كل شيء من الماضي وما لازم تخلي أي شيء رودرا. ليلى شو خايف إني أزعجها؟ قبل ما تخاف عليها تذكر إنك قلت لي إلزم حدودي قدامها. معقول؟ كيف صرت إنساني فجأة؟ من طول عمرك قلبك قاسي وبلا إحساس، وحضرتك برافو عليك رودرا. شو يعني هلأ ما بدك تخليني إنه أحكي معها كمان؟ ما في شي بيخوف، أنا بدي أحكي معها بس لحتى أوضح لها الموضوع. ما في داعي إنك تخاف عليها، صاير حنون. فهمني رودرا كيف بتنسى هالثمان سنين؟ ماني عم بفهم يا رودرا، كل هدول السنين وانا الوحيدة يلي كنت معبية عيونك ومو شايف غيري وكنت طايرة من الفرح معي، وهذا الشي كان واضح كتير. ولازم ما تنسى انه انا يلي كنت جنبك على الحلوة والمرة. فهمها منيح انه انا كنت مرتك والوحيدة يلي كنت واقفة معك على طول. Oh,
على غرفة سونهيري ولا تطلعي. يلا روحي. عن جد برافو عليك يا رودرا بهي البساطة، بعتني وتخليت عني 8 سنين ونحنا سوا، بعتهم كرمال 8 أسابيع. ليش؟ شو كم مرة بدي اشرح لك انا هاد الزواج ما بيهمني ابدا. الحقيقة انه يلي صار قدامي هلأ ما بقدر اتحمل اللي عم شوفه، عن جد صعب علي. لا كيف هيك؟ كيف تتخلى عني بهالبساطة؟ ما عم صدق انك رخصت فيي رودرا. رودرا لا تتخلى عني، بترجعك انا، لا تنسى اني كنت جنبك. معقول؟ لا تنسى حبي رودرا ولا تتخلى عني. ليك بوعدك رح كون احسن من اول، لا تتزوجها رودرا. اسمعي ليلى، شو قلتي؟ أنا بوعدك بهالشي، بس لا تتزوج بارفاتي. أنتي جنيتي؟ آه؟ مين قالك إنه أنا وأنتي لساتنا منحب بعض؟ حكي فاضي، أنتي بتعرفي إنه أنا ما بأمن بالحب والنوم، وبعمري أنا ما قلتلك إنه أنا بحبك ليلى. في حدا بيقول للشمس تشرق؟ لا رودرا، هي بتشرق لحالها، وأنا مثلها، حبي إلك كل يوم عم يكبر بقلبي أكثر. وأنا صدقني ما عم بقدر أتحكم بهذا الشيء. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه هلأ ليلى؟ ليكي بعرف إنه هالحكي كله لعبة، وتذكري إنه أنا ما قلت لك تجي لتضلي معي، أنا تركتك بجبور وإجيت لحالي وإنتي لحقتيني على تشين دابور. شو يلي بيخصك بهذا البيت؟ مين قالك مكانك هون؟ وإنتي بتعرفيني ما بأمن بالحب أبداً، وما رح أجي هلأ أمن على دوري. رودرا كيف يعني أنت ما بتأمن بالحب؟ فكرني رح صدق اللي عم تقوله؟ كلياته كذب. لكان قلي شو اللي كان بيناتنا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.